علمي، نحتاج إلى بناء منهج. إذا ربطنا الفتوى وأهلنا الذين يتصدرون وثقفنا الناس بأنهم لا يلتجئون إلا لمن هو أهل الفتوى، ففي هذه الحالة نقضي على كثير من المشكلات. المشكلة في هذه الأوقات أن هناك أناس كثيرين تصدروا بالفعل وليسوا مؤهلين لأمور الفتوى، ومن ثم حصلت الأزمة. حريصا على أن يؤدي هذه الرسالة أن الباب مفتوح لكل من يريد أن ينضم إلى عضوية هذه الأمانة، وبلا شك بأننا نسعى بانضمام الدول الإسلامية، لأننا نريد هذه المنهجية أن تكون موجودة بيننا بحيث نقلل قدر الإمكان من إمكان الاختلاف حيث لا اختلاف، ولا يمكن أن يستقر في وطن واحد أن يطال الجميع. ومن ثم فإن التعاون في هذه الحالة مطلوب وعلى كافة الأصعدة، من دور دول الإفتاء وهيئات الإفتاء أنها تبين الحكم الشرعي الصحيح للناس وتبين عوارض هذه الأحكام التي استندت إليها هذه المجموعات الإرهابية وتضحك هذه الأدلة التي استندت إليها، وهي أدلة واهية إذا ما وضعناها على المنهج العلمي البسيط نجد أن هذه الأدلة أو هذا المجتهد لا يقوم على شيء. شكرا لكم.